الحمد لله فالق الحب والنوى، مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، عالم السر والنجوى وكاشف الضر والبلوى. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على أن هداكم للإسلام وجعلكم من أمة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. عباد الله، مع بزوغ فجر الرسالة المحمدية وطلوع شمس النبوة وانتشار الإسلام في العالم، أنار الله تعالى الطريق لكل سالك وأخذ بيد كل هالك، فدخل الناس في دين الله أفواجا، يدفعهم الشوق العظيم والحب الكبير للدخول في الدين الجديد والدفاع عن الإسلام وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بالغالي والثمين. قامت للإسلام دولة، قوية ذات منعة وحماية. عاش المسلمون في عصر النبوة حياة كريمة لم يسبق لها نظير في ديارهم، ولم يوجد لها مثيل في عالمهم. توحيد خالص، وعدل منصف، وطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم خالصة، وعزة وكرامة وهيبة في قلوب الأعداء. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولم ينتقل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أكمل الإسلام دينا صافيا وعقيدة خالصة لا تقبل الزيادة ولا النقصان. ونزل قول الحق تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، فقال لأصحابه: وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة إلى السماء اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وتوفي المعصوم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأيام قلائل، تركهم على منهج مصون في أيد أمينة ونفوس مؤمنة قوية حريصة على الأمة. رباهم صلى الله عليه وسلم على المنهج القويم والطريق الواضح، حذرهم من الانحراف والابتداع في الدين والتفرق والأهواء، لئلا تعود الأمة إلى الجاهلية الأولى من جديد. فالدين اتباع لا ابتداع، والشرع تمسك وانقياد لا تفرق ولا اختلاف، والكتاب والسنة لم يتركا محالا لمشروع، لم يتركا مجالا لمشرع ولا قولا لمستدرك يشرع في دين الله ما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما
شيئا يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر شيئا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستعمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغيير فيها ولا النظر في رأي يخالفها. من اقتدى بها فهو مهتد، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. واستمر هذا المنهج في الصفاء والاجتماع حتى امتدت يد الهمج الرعاع أصحاب البدع والأهواء إلى التحريف والتبديع في دين الله عن طريق البدع التي روجوها واستحسنوها على حد زعمهم، جعلوها دينا يتبع من دون شرع الله وهدي يحتذى من دون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن وصفها حالهم الإمام الشافعي رحمه الله حين قال: لم يبرح الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي لم يبعث بها الرسل، حتى استخف بدين الله أكثرهم، وفي الذي حملوا من حقه شغلوا. قد ظهرت في أواخر عهد الخلافة الراشدة مقدمات البدع كالخوارج الغالين في دين الله والشيعة الغالين في آل بيت الله في آل بيت رسول الله الكارهين للخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، اللاعنين لهم السابين لهم مدى الدهر عليهم من الله ما يستحقون. ثم تتابعت بعد ذلك البدع والمحدثات متمثلة في الجبرية القائلين بالقدر، والجهمية القائلين بخلق القرآن، والمعتزلة والأشعرية المخالفين في الصفات وغيرها من المغيبات، والمرجئة المعطلين للعمل، حتى تفرق المسلمون شيعا وأحزابا ومذاهب وجماعات، كل حزب بما لديهم فرحون. وصدق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قيل: يا رسول